امتحان على الوحدة الثالثة عندنا تخلص محمد صوب ما تحته خط في العبارات الآتية: تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية بنفي محمد بك الألفي إلى دمياط، طبعا عندنا بنفي عمر مكرم. 2. تحالفت الدولة العثمانية مع بريطانيا وألمانيا لإخراج الحملة الفرنسية من مصر، طبعا عندنا روسيا. 3. اشترك العامل الطبيعي والبشري في إخفاق الحملة الفرنسية في عكا، طبعا عندنا في الصعيد. 4. من مظاهر اهتمام محمد علي بتحسين طرق الري في مصر: حفر ترعة الإبراهيمية، طبعا حفر ترعة المحمودية. ب. تعرضت مصر عبر تاريخها لكثير من المحن والأزمات التي تم اجتيازها على يد أبنائها الشرفاء. في ضوء العبارة السابقة حدد أسباب اتجاه العثمانيين إلى الشام ومصر، طبعا أسبابها: إدراك السلطان خطورة التوسع والصدام مع الدول الأوروبية بسبب التفوق الأوروبي الحضاري والعسكري، ورغبة سليم الأول في توسيع ممتلكاته في الشرق عن طريق الاستيلاء على مصر التي تمثل قلب العالم الإسلامي. بما تفسر كانت انجلترا تسعى لتولية محمد بك الألفي، طبعا لتأمين مصالحها والحفاظ على مصالحها. ما المقصود بالفرمان؟ أمر عثماني واجب التنفيذ. ما العلاقة بين الحملة الفرنسية على مصر والتاريخ المصري القديم؟ هنقول أن نجح علماء الحملة الفرنسية في كشف رموز حجر رشيد، مما ترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة. تم تغيير قائد الحملة الفرنسية في مصر لأول مرة بعد معركة أبيكير البرية، ثورة القاهرة الأولى، معركة أبيكير البحرية، ثورة القاهرة الثانية. الإجابة معركة أبيكير البحرية. أسس محمد علي مدرسة حربية في بولاء، أسوان، دمياط الإسكندرية، طبعا أسوان كان مدرسة للضباط. تحطم أسطول دولة المماليك في معركة مرج ضابك، ديو البحرية، الريدانية، جلدران، طبعا الإجابة ديو البحرية. 4. ساءت العلاقة بين الإنجليز والسلطان العثماني بعد تولية محمد علي الحكم، حملة فريزر، ردوخ السلطان العثماني للزعامة الشعبية، مسبحة القلعة. الإجابة ردوخ السلطان العثماني للزعامة الشعبية. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: لعبت إنجلترا أدوارا بارزا في أحداث الحملة الفرنسية على مصر، طبعا حيث نجح الاسطولي الانجليزي في هزيمه الحمله الفرنسيه في معركه ابيكير البحريه، ورفضت انجلترا عندنا اتفاقيه العريش وطلبت باستسلام الجيوش كاسرى حرب، وارسلت انجلترا اسطولا في فبراير عام 1801 لاخراج الحمله الفرنسيه على متن السفن الانجليزيه. 2. دخلت مصر في حاله من الفوضى منذ عام 1801 حتى عام 1805، طبعا بسبب الصراعات بين المماليك والعثمانيين وانجلترا، ورغبه كل منهما في الاستئثار بمصر والسيطره عليها وبسط النفوذ على مصر. جيم، امامك صوره لشخصيه تاريخيه هامه، طبعا صاحب الصوره هو عندنا محمد علي. دوره في بناء اسطول مصري قديم طبعا او قوي، اسس ترسانه بحريه لصناعه السفن في بولاء ثم الاسكندريه، وزودها بكافه انواع الاسلحه، اعد اماكن لتدريب وتعليم البحاره والجنود. دال، رتب الاحداث التاريخيه الاتيه من القديم الى الحديث: مسبحه القلعه، معركه ابيكير البحريه، حمله فريزر، معركه مرج ضابك، اعدام محمد قريم. طبعا عندنا 1 معركه مرج ضابك، رقم 2 معركه ابيكير البحريه، رقم 3 اعدام محمد قريم، رقم 4 عندنا حمله فريزر على مصر، واخيرا مسبحه القلعه. وبكده انتهينا من أسئلة المراجعة. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. ياريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتم، ليأتيكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.